السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا في اللقاء الفات كيف راح نكتب كود على الرصاصة بحيث انه لو يصير في عندي لو تخبط الرصاصة في برميل يصير في عندي الانفجار، وكتبنا الكود هذا اللي احنا قلنا اذا الرصاصة تبعتي اذا الكوليجن تبعي هذا خبط بأي حاجة تبدأ اسمها بهيك يعني برميل فاعمل لي انفجار، فاعمل لي الانفجار. الآن قلنا بديش اعمل انفجار بس لبرميل، بدي اعمل انفجار للبرميل ولكل البراميل اللي حواليه. فأنا عملت السطر هذا اللي وظيفته يعمل لي يعرف لي كل الأجسام اللي موجودة حوالين البرميل. إذا هذه مصفوفة بنحط فيها كل الأجسام التصادمية اللي حوالين البرميل. الآن راح أجي أعمل جملة تكرارية زي فور، بس أنا هقول له هنا فور إيتش، فور إيتش كوليجين سي ال ان، يعني بدي اعرف متغير اسمه سي ال بده ياخذ من المصفوفه تبعتي هذه، يعني راح يعمل لي جمله تكراريه الان. جملة تكرارية في متغير عندي من نوع كوليجين بده كل مرة ياخذ قيمته من المصفوفة هذه لحديت ما تخلص المصفوفة هذه، وفي كل مرة بده يجي يعمل لي انفجار للجملة هذه كنترول اكس، كل مرة راح يجي يعمل لي انفجار، يعني كل مرة بده ياخذ السي ال هذه ويعمل انفجار للسي ال. فأنا بديش راح أقول له للجسم تبع، هقول له لا السي ال للمتغير اللي جوا المصفوفة هذه اللي اسمه سي ال، مرة في بيبقى في الخانة رقم واحد، مرة في الخانة رقم اثنين ثلاثة أربعة، وهلما جرب في المصفوفة كل مرة خده واعمل لي الانفجار تبعي، واعمل لي الانفجار تبعي. طب أنا بدي أعمل انفجار يعني لو خبطت الرصاصة في البيت بدي البيت يطير؟ الجواب لا، لو خبطت الرصاصة بس في البراميل، في البراميل. فراح أجي أقول له هنا تنفذش الكلام هذا وما تعملش انفجار إلا إذا كانت برميل، هو هذا الشرط احنا اخترناه هو انه اذا كان برميل، فراح احطه هان في الفور ايتش الا اذا كان برميل. اذا عمل لي مر لي على كل جسم من الاجسام في المصفوفه اللي حوالين للبرميل اللي انخبط بالرصاصه، اذا كان برميل فعمل لي انفجار، فراح ياخذ كل البراميل اللي حوالين البرميل تبعي وبالدور يشيك عليه، اذا كان برميل يعمل انفجار، اذا كان برميل يعمل انفجار، اذا مش برميل خلاص مش راح تتنفذ جملة الاف هذه وبالتالي مش راح يجي يعمل انفجار. في هنا حطيت لي شيء احمر معناته في عندي غلط، اللي بيجي هنا المتغير تبعي، المتغير تبعي السي ال من نوع ايش؟ كولايدر. انا ايش معرفه هنا؟ كوليجن، هذا غلط، نفس النوع كولايدر لازم يبقى مباشرة هيعرف. الان لما اجي اعمل اطخ راح يجي الرصاص كله بس بالبراميل، راح يتأثر بالانفجار البراميل. خلينا أشوف، هي حفظ وروح على اللعبة تبعتي وأجي أشغل اللعبة تبعتي. هما دول واقعين جاهزات، بس خلينا طخ بط واحد في النص. طب انا ما حسيتش انه الاجسام الثانيه تاثرت، لا ما تاثرتش، وفي هان بيطلع لي ايرور. خلينا نشوف الايرور، بيقول لك ريجيد بودي اتاش تو مش عارف مين تو بيلدينج، هو خاشش على البيلدينج، يعني في عندي مشكله في الاف هذه، هو واضح انه خاشش على البيلدينج بده يعملها انفجار. طيب هو بيقول لي البيت، هو حاسس انه البيت ممكن يصير فيه تصادم، راح اعمل له هنا تراي جرب او حاول اعمل التصادم هنا، بعد اعمل لي كاتش، يعني عشان انا اشوف موضوع موضوع ليش صارش انفجار فعملت له تراي كاتش. فراح يشيك لانه خايف هو انه ما يبقاش الجسم اللي هو بخبط فيه يبقى فيه عليه ريجيد بادي، فاحنا بنقول له اذا فيه عليه ريجيد بادي
اعمل له انفجار، ما فيش، خلاص طنش الموضوع تبعنا هذا. هي نعمل حفظ واشغل اللعبة تبعتها، شوف فيها ضايل المشاكل والله سلكت الامور. هات مثلا اجي، انفجرت كل الدنيا بما فيهم انا. انت لو انتبهت انه حتى انا بعدت عن طرط يعني. هات نشوف، اقرب البرميل، اعمل انفجار، كل البراميل بما فيهم انا انفجرت. ليش؟ ما انا حاطط شرط، انا الاصل انا حاطط شرط، قلت له اذا كان برميل طيره غير البرميل ما تطيروش. الاشكاليه هنا انا بشتغل مش على الكوليجن، على السي ال كنترول كوبي، على كل جسم بالدور، فهمت؟ ده اقول له افحص الجسم تبعي اللي في المصفوفه، هل هو اويل؟ اذا اويل اعمل له انفجار، مش اويل نسيبه في حاله. انا احفظ الشغل تبعنا وهات نشوف. يعني راح اجي واحاول ايش اعمل انفجار، اشوف هل انا راح اتاثر ولا لا. بس البراميل اللي تاثروا، اما الصناديق ما لهمش علاقه وانا ما ليش علاقه. اعود اعيد كمان مره، واضح ان القوه شويه كبيره. ايوه كله، بس الصناديق ما لهم علاقه وانا كمان ما ليش علاقه. ممتاز، في اللقاء الجاي ضايل ان شاء الله بس نضيف هاي الكود تبعنا، يعني الكود بسيط لكن احنا اخذنا شوي واحنا بنتفاعل معه. ضايل انه نحط نار، شوف كيف لو انا بدي اعمل نار او تطلع من محل انفجار نار، هذا راح نشوفه ان شاء الله في اللقاء الجاي. ويعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.